يعطيكم العافية. السلام للجميع. اليوم عندنا أنبوكسنج لعدد كبير. واحد. هذا معدهم. اثنين. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. وعشرة باكيجات. عشر باكيجات. شوفوا كيف احنا عاملينهم زي سنومان. طيب شو رأيكم نفتح؟ شو رأيك يا آدم؟ يلا. يلا. طيب نبدأ بمين؟ نبدأ بالصغار. يلا أنا أقول هيك أحسن. أجزنا شوية كتب يا جماعة، إن شاء الله يكونوا هذول هم. أوه وأخيرا هذا الكتاب لأخت صديقة عزيزة كتبته، حجزته عن طريق الأمازون، وصلني اليوم وأخيرا لازم أقرأه عشان نشوف شو كاتبة وشو. ريم عناني. ريم عناني. The Pursuit of Success. Pursuit of Success. Thank you ريم. هنطلبنا كتابين صراحة، أول مرة بطلب على أمازون كتب، لكن لهالقعدة الواحد لازم يقرأ ويستفيد ويتعلم. أوكي هذا Secret of Banking Business، حبيت اطلع عليه شوية واعرف شو فيه. It is يعني كتاب كويس. Do Better Business. حنشوفه شو فيه ونحكي لكم عنه. اوكي هذه شو هاي يا ادم؟ ورجينا. تعال قرب قرب قرب، انت بتعمل انبوكسنج بعيد يا بابا. شوفوا يا جماعة هذه اجت بوكس هيك. اوكي قرب منها. واجت جواها واتش. طلعوا اشي فخامة هذا الواتش صراحة. شكلها رائعة هيك، هاي الشكل. اوكي و هلو كيتي. وهاي عشان اذا بدك تغير ال شو اسمه، وطبعا عشان يضبطوك حاطين لك هلو كيتي. مش عارف واحد هاي واتش رجالي حاطوا لك هلو كيتي، يعني حطوا دراجون وحطوا شغل انك والله يمكن. لا يلا حطها شوف. نعمل. انا شايفها حلوه هاي الواتش. اللي بعده. اوكي اوكي ورد سمايلي فيس حاطين عليها، عجبتني هذا الشغله. يلا اوكي اي نو واتس ذس. هاي يا جماعه دي في دي كاراوكي معها مايكروفونين، بتقدر تشغل عليها ام بي 4 ام بي 3 اتش دي ام اي ام بي 3 جي بي جي ودي في دي بلاير وطبعا بلو راي. انا عارف في ناس كثير بطلت تستخدمها، بس هاي عشان الاغاني والكاراوكي. خلينا نفتح لكم اياها نورجيكم شو فيها. ايوه من هون. ايوه هيك جهاز صغير. هذا هو الجهاز. تقانه معاه ايه معوش الميكروفونات. اوكي هذا هو الجهاز بشكل عام، صغير جدا. توقعت معاه ميكروفونات، شكلنا لازم نجيب ميكروفونات لانه بدنا نحاول نصير نغني. يارب. يلا اللي بعده. اوه هذا يا جماعه، استنى هذا تيمريك بيست. التيمريك اللي هو الكركم. استنى هذا كركم. الكركم جدا مفيد للصحه وخاصه للمناعه. هذول نوعين من الكركم. هاي شركه الحلو فيها انها انتربرايز، يعني شركه فيها ارباح بس كثير بتقدم للمجتمع. بنصحكم كنت تدعموهم. عاملين هذا زي طريقه التغميس، يعني بتقدر تغمس منه. هذا طبعا بيعملوه في بليس، بدولة بليس،
وبيجيبوه. انا شريت واحد نوعين هم، مش عارف شو. هذا فيه بلاك بيبر، واو ريحته زاكي صراحة. هذا شكله، هذا هو البراند اذا حابين تشتروا منه. هذا للاكل يعني. اللي بعده اوكي، هاي جبناها هدية لاحد الاصدقاء، عملنا لكم انبوكسنج لحلقة سابقة لهذه الايرفونز، ممكن تشوفوها الحلقة. حلوين كتير للسبورت، خاصة اللي بده يركض ويمشي ويسمع موسيقى. بدناش نفتحها لانه بدنا نعطيها اياها هدية. اوكي، دول بتجمع فيهم لآدم. شو هاي؟ اوه يس، اي ثينك اي نو واتس ذس. يا هذا عبارة عن إحرام. هذا إحرام مختصر، إحرام بيج عشان واحد يتغطى فيه. بدناش نفتحه هلا، رح ياخذ المكان، لكن المفروض انه كتير دافي لانه الصوف اللي جواه فيه دافي. هون هذا البوكس فيه شغلات كتير، خلينا نبدا. اول اشي فيه هدول عشان الفرن، بيمسكوا بالفرن، ونوع مطاط. هاي للجو برو ماكس عشان نقدر نشغل، نسوي فيها شغلتين مع بعض، اللي هي المونت تبعها من تحت كلهم. خلينا اوريكم اياها. معروف الجو برو دائما بتكون بهذا الشكل، هاي بتقدر برضه تركبها بدون اي شغله ثانيه، بس بتفك الجو برو الموجود وبتحط هاي. سهله جدا، حنسويها بعد الحلقه. اللي بعده هدول شو اسمه، شرينا منهم صح ادم، هدول نعطيهم هدية لأحد الأصدقاء، اللي عبارة عن مصاصات ريوزابل، ومعهم طبعا اللي بتغسلوا فيها. اوكي، وهاي في النهاية بلاك ماسك، هاي عشان تنظيف الوجه، عبارة عن ماسك لتنظيف الوجه، وبشيل طبعا هو معمول من الفحم، فهو كويس كثير لتنظيف الوجه. ضايل واحد ولا خلص ضايل هذا؟ هنا نفتح هذا هافي، نزله هيك. هذا حجمه كبير يا جماعة. القنبلة. هذا هو عبارة عن سكوتر. هذا شوف هاي. إلكتريك سكوتر. إلكتريك سكوتر.
electric scooter. أول شيء هاي الإيد شوف الحال واو والله تقيل يا جماعة شيل هذا الكيس شيل هذا الكيس شيل هذا الأقدام كيس الأقدام أوكي أوكي هذا هو السكوتر طبعا هاي مفروض إنها تيجي هون هاي مفروض إنها تيجي هون يس وطبعا معرفش إذا مشحون اوكي هذا لازم نعمل هيري جو طبعا هاي لازم نسويها نجرب مش صغير طبعا هاي البريك اعتقد في اون اوف سموير البطارية مش مشحونة يمكن شكله صراحة حلو هي الأون شايفين اكتشفنا الأون شوف فيها دور هي فيها دور هذا عشان تسكر هاي. حلو اوكي هذه اللي شريناهم احكي لكم الاسعار هذا كان 300 هذول كل واحد ب قديش كان 17 هاي ب 16 هاي ب 7 هاي ب 15 هاي ب 68 هذول ب 14 الدي في دي كان ب 66 الساعة 82 الكتاب اعتقد مع الشحن ب 20 دولار وهذا الكتاب نفس الشيء وهذا كان سعره 62 دولار فهاي الشغلات اللي سويناها اليوم نراكم في حلقات قادمة شو لازم تسووا؟ اعملوا لايك كومنت وسبسكرايب عشان تشوفوا الريفيو وكل الحلقات الثانية وإذا شفتوا اللايك ضيقوا وإذا شفتوا الشير شيروا وإذا شفتوا السبسكرايب اعملوا سبسكرايب وما تنسوا تفعيل جرس التنبيهات وسلام السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد